الحكومة تنفي شائعات مد فترة طلبات التسامح وتؤكد 30/9 آخر موعد. أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعين قناتنا الكرام، أتمنى من الله أن تكونوا في أفضل حال. قبل ما أبدأ تفاصيل الخبر من فضلك اشترك في القناة من زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، فعل زر الجرس علشان يصلك كل ما هو جديد. من اليوم السابع، الحكومة تنفي شائعات مد فترة طلبات التصالح وتؤكد 30/9 آخر موعد. قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء إن فترة الشهور الستة الحالية التي ستنتهي 30/9 هي آخر موعد فيما يتعلق بالتصالح على مخالفات البناء، ولا يوجد صحة على الإطلاق حول استخدام رئيس الوزراء لسلطاته لمد تلك الفترة، مشير إلى أن أي طلبات أو مبالغ سيتم دفعها من أجل التصالح آخر موعد لها 30/9، موضحا أن هناك حوالي 500,000 طلب تصالح حتى الآن، وأنه من المتوقع أن عدد طلبات التصالح ستزيد قبل المهلة المحددة. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج مساء دي إم سي الذي يذاع على قناة دي إم سي إن البت في شكل المخالفات هو مسؤولية اللجان التي تم تشكيلها لرصد المخالفات، وهي تتكون من مهندسين غير عاملين في الوحدات المحلية العادية، وهم من سيقدرون حجم وشكل المخالفة، مشير إلى أن هناك بعض المخالفات لا يجوز التصالح معها مثل البناء على أراضي ملك الأثار أو التعدي على حرم نهر النيل. وأوضح أنه سيتم إزالة المخالفات التي جرى بناءها قبل تطبيق القانون، ولكن بعد انقضاء المدة، وهناك عمليات إزالة تجري حاليا حول مخالفات البناء التي تمت بعد صدور القانون، موضحا أن القانون بدأ في إبريل 2019 وتم تعديله في شهر يناير 2020. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. شكرا لكم على حسن المتابعة. الحكومة تنفي